كده نتكلم مع حضراتكم عن بيان الحكومة بخصوص تدبير احتياجات القطاع الصحي واللي تم مناقشة تفاصيله في اجتماع الحكومة امبارح، واللي أكد فيه دولة رئيس مجلس الوزراء على جهود الدولة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأنه على رأس الأولويات. وأشار رئيس مجلس الوزراء أن هناك رصدا لنقص بعض الأدوية، وإن من المطلوب على الفور زيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية وغيرها طبعا لتحقيق استدامة الخدمات الصحية. من جانبه أوضح معالي وزير الصحة والسكان أن هناك لجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء مهمتها العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بتضم مسؤولي مختلف الجهات المعنية بهذا الملف، مشيرا إلى أن بعض الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة المستوردة بدأ يظهر فيها نقص في الفترة الأخيرة، وكمان هيأتي التحرك المهم لزيادة الاحتياطيات من الأدوية دي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن جهود الدولة والوزارة لتوفير المستلزمات الطبية من التليفون. معانا على الهاتف دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، وصباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد يا فندم، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك الكرام. تحياتنا لحضرتك، وفي البداية خلينا نتكلم عن جهود رصد وتوفي الناقص من المستلزمات والأدوية الطبية. يعني خلينا الأول نحط تعريف واضح للنواقص، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما هي مجهودات الدولة المصرية ووزارة الصحة المصرية وهيئة الدواء وهيئة الشراء في توفير الأدوية للمواطنين. منظمة الصحة العالمية بتفرق ما بين أنواع عدم توافر الدواء باعتبار الآتي: الأدوية اللي يمكن الاسم التجاري بتاعها ما يكونش موجود، لكن يوجد في الأسواق أدوية أخرى بأسماء تجارية مختلفة تحتوي على نفس المادة الفعالة ونفس التركيب ونفس طريقة التناول، دي لا تعد نواقص في تعريف المنظمة. كذلك الأدوية اللي يمكن الاسم التجاري بتاعها مش موجود لكن يوجد لها بديل يستخدم لتحقيق نفس الغرض العلاجي، أيضا لا تعد نواقص. طب ما هي تعريف النواقص؟ هي الأدوية التي لا تتواجد لتلبية حاجات المرضى مع عدم وجود مثيل أو بديل لها، وهو ده يمكن محور عمل اللجنة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء والتي تضم وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء وهيئة الشراء ومحافظ البنك المركزي أو نائب محافظ البنك المركزي، واللي اجتمعت امبارح عشان تضع حلول لتوفير هذه الأدوية. الحمد لله أنه بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء كان في تحرك الحقيقة من فترات سابقة، والنهاردة نقدر نقول أنه تم التعاقد منذ فترة على توفير هذه الأدوية المستوردة، وخلال فترة قريبة جدا إن شاء الله هتتم ضخها في السوق مع تحقيق تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بوجود مخزون كافي لتغطية أي خلل في سلاسل الإمداد بسبب الأحداث اللي بتمر بها المنطقة. طب خلينا نتكلم كمان مع حضرتك في نقطة توطين صناعة الأدوية المستوردة في مصر مش بس توفيرها. الحقيقة ده تكليف رئاسي، يعني السيد الرئيس الحقيقة كلف بتوطين صناعة الدواء. احنا عندنا في مصر أدوية تصنع وفي مصانع كثيرة جدا، لكن احنا كمان عايزين ننتقل الى مرحلة تانية وهي تصنيع الأدوية النوعية، أدوية الأورام، التارجتد ثيرابي، اللقاحات. ويمكن الحمد لله منظمة الصحة العالمية نتيجة لجهود الدولة المصرية والتقدم اللي بتشهده هيئة الدواء المصرية حصلت على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية لتكون مصر واحدة من الدول التي سوف يتم في أفريقيا يعني نقل تقنية صناعة اللقاحات والأدوية عن طريق الـ mRNA، ودي تقنية متقدمة جدا يمكن العالم تعامل معها بشكل أكثر توسعا بعد أزمة كورونا. احنا عندنا الحمد لله هناك مدينة للدواء تم إنشائها في مصر تحتوي الكثير من المصانع، بالإضافة إلى أنه من فترة قريبة تم التعاقد مع مصانع شركة أكديمة لتوفير إمكانية إنتاج أدوية الأورام والإنسولين في مصر.
طب خلينا نتكلم برضو مع حضرتك عن أبرز التحديات والمعوقات اللي بتواجه الهيئة المصرية للشراء الموحد لتنفيذ اختصاصاتها في ظل قلة الموارد المتاحة من النقد الأجنبي. يعني هو ده يمكن كان محاور الاجتماعات المتتاليه، اللي هو ازاي يتم الاستعانه بمصادر بديله لتوفير المواد الخام والاستغلال الاتفاقيات اللي قامت بها الدوله المصريه مع كثير من الدول اللي يمكن التعامل معها في ظل وجود صعوبه في توفير النقد الاجنبي، مع طبعا وضع الدواء والمستلزمات الطبيه على رأس أولويات الدولة في تلبية الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين. طب طبعا أكيد في إجراءات عاجلة طبعا لزيادة الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة لتوفير مطالب القطاع الصحي، فإحنا حابين نعرف إيه هي الإجراءات العاجلة دي. زي ما قلت لحضرتك، إحنا بنتكلم النهاردة على جزء خاص لا يمثل نسبة كبيرة، وتم فعلا اتخاذ هذه الإجراءات من تنويع المصادر الاستيراد، من توفير العملة الأجنبية من خلال البنك المركزي، من انتهاء التعاقدات، وكمان في حاجات متوقع وصولها قريبا، وفي حاجات وصلت سيتم الإفراج عنها إفراجا جمركيا في خلال الفترة القليلة القادمة. جدا وجهود عظيمة جدا وواضحة من وزارة الصحة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة.